قبل أيام كنت أسمع أحد القراء يقرأ طبعا مسجل تسجيل، فكان يقرأ قول الله تبارك وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو والآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. لكن أيضا الذي يختلف هنا طريقة الأداء القراءة، أحيانا القارئ يقرأ الآية بطريقة تشدك وأحيانا لا. فالطريقة التي سمعتها في قراءة هذه الآية: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون، ثم قال أفلا تعقلون بطريقة كأن واحد يقولك وين رايح وين دربك، أفلا تعقلون، أما لكم عقول، أولا تتدبر، أولا تفهمون، كيف غرتكم هذه الحياة الدنيا وهي لعب ولهو، وكيف غفلتم عن الآخرة وهي الحياة الحقيقية وهي الخير كله وهي الحياة الأبدية، إما إلى جنة وإما إلى نار، أفلا تعقلون. والله الذي لا إله إلا عندما قرأها القارئ وسمعتها يعني صابتني هزة من الداخل، يقول إلى أين تتجهون، إلى أين تنطلقون، أما لكم عقول، أفلا تعقلون، كيف تقارنون الدنيا بالآخرة، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت إن السيف أمضى، إذا قلت إن السيف أمضى من العصا. أنت تنقص قدر السيف إذا فقط قارنته بالعصا وقلت هو أحسن وأقوى، ماشي أحسن وأقوى لكن لا يقارن بالعصا، هذه هي إهانة للسيف. كذلك ما الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة؟ لا شيء، لا شيء. فالعاقل عندما يسمع مثل هذه الآيات حقيقة يتوقف عندها. أنا لا أقول بالضرورة هذه الآية، لكن هذه الآية أثرت فيه أنا، قد يكون غيري أثرت فيه آية أخرى، وهكذا الناس يتفاوتون. والقرآن الكريم يعني سبحان الله آيات قد يقرأها إنسان في يوم لا تؤثر، يقرأها في يوم ثاني تؤثر فيه، قد يقرأها لا تؤثر، يسمعها تؤثر فيه بحسب القارئ. أحيانا يكون لحادثة معينة وقعت له فتؤثر فيه آية مناسبة لهذه الآية لهذه الحادثة، كما قيل: وإن أصدق بيت أنت قائله بيت يقال إذا ما قلته صدقة، يعني جاء في وقته. كما أنك ترى مثلا رجلا يمشي متبخترا مثلا فتقول له مثلا: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، فجاءت الآية مناسبة للحال. وهكذا قد تأتي آيات تقرأها أو تسمعها مناسبة لحالة معينة فتؤثر فيك هذه الآية. اهتبل هذه الفرصة، لا تفوتها، اغتنمها، لأن الفرص فواتة. فإذا جاءت هذه الفرصة لا تضيع، ينبغي أن لا تضيع، بل ينتفع منها الإنسان ويوظفها توظيفا صحيحا في حياته. فأسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم جميعا ممن ينتفع بكتاب الله تبارك وتعالى ويتدبر كلام الله جل وعلا ويعمل بما فيه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.